إذا مشاهدينا ننتقل لتقريرنا التالي، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أطلقت اليوم بلدية مدينة الشارقة الدورة الأولى من ملتقى الشارقة للهندسة تحت عنوان ملتقى الشارقة الأول للهندسة الرؤية العالمية للاستدامة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وبمشاركة دائرة الإسكان وهيئة كهرباء ومياه الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة ومعهد الشارقة للتراث. زميلتنا شاهد مهند حضرت الملتقى، أعدت هذا التقرير، خلونا نتابع. حدث جديد وفريد من نوعه يضاف لأول مرة ضمن أجندة فعاليات إمارة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة. أقيم ملتقى الشارقة الأول للهندسة والذي يأتي بتنظيم من بلدية مدينة الشارقة وبالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بحضور الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة وعدد من القيادات والمسؤولين وذوي الاختصاص. جاء هذا الملتقى ليسلط الضوء على أبرز المواضيع ذات الصلة بالقطاع الهندسي في على مستوى الإمارة وعلى مستوى دولة الإمارات وعلى مستوى العالم العربي. طبعا هذا الملتقى نتمنى إن شاء الله هذه الدورة الأولى، لا يتمنى إن شاء الله من خلاله يعني يترجم رؤية وفكر واستراتيجية البلدية في تنمية مهارات المهندسين ورفع كفاءتهم والتعرف على أفضل الطرق الهندسية المستحدثة دوليا. يبحث ملتقى الشارقة الأول للهندسة محاور عدة عبر جلساته الحوارية والتي تسلط الضوء على أبرز قضايا قطاع الهندسة. تعاون مع بلدية الشارقة بناء على عدة معطيات، بأن أولا هذه الإمارة لديها جميع المقومات وبدأوا في هذا الموضوع منذ يعني فترة طويلة، وبالتالي يعني راح نستفيد نحن منها كاتحاد عربي وراح يستفيدوا كذلك الأخوة المهندسين الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية، لنعمم هذه الفكرة على جميع الدول العربية للاستفادة منها. ملتقى الشارقة الأول للهندسة يعتبر منصة لتبادل الخبرات في العمل الهندسي، والذي يعد ثمرة الجهد الذي تبذله بلدية مدينة الشارقة من أجل تعزيز مفهوم التنمية المستدامة في القطاع الهندسي.